أهلا بكم. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدر قانونا رقم 22 لسنة 2017 بتعديل المادة 2 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب. ونصت المادة الأولى من القانون أنه يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين النص التالي: تسرى أحكام هذا القانون على الأشخاص ذوي الإعاقة من البحرينيين وعلى ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين.